تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، أرحب فريق عملي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج المخرج المتألق وائل القواسمة، وفي الإعداد حسني البلاونة، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء أن أول فقرة من فقرات برنامجنا اليومي عن السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. الأخت أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. اسمها بعدها مش موجودة ويانا. مستمعين الأعزاء، خلنا نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. الأخت اسمها، صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعتكم ربي. يا صباح الخير والسعادة والإيجابية أستاذ اسمها. نبدأ فقرتنا بتغريدة كان ناشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أمس في على حسابه في تويتر. سعدت اليوم بالاتصال بفريق الرعاية الطبية التابع لمركز التحكم والسيطرة وعدد من المدراء التنفيذيين في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة والمستشفيات الخاصة بدبي، وعدد من الأطباء فخورون بكل فرق خط الدفاع الأول التي تعمل ليلا ونهارا من أجل صحة وسلامة مجتمعنا. هاي التغريدة كانت أمس من حساب سمو الشيخ حمدان محمد آل مكتوم. أيضا في تغريدة أو في خلال إحاطة كان في تأكيد من دكتورة آمنة الضحاك، ونحن نحب أيضا نأكد عليه إن شاء الله خلال أيام أو يعني أقل عن أسبوع إن شاء الله راح يكون العيد. نعم. ونحن يعني نتمنى من الجميع أنهم يلتزمون بالإرشادات الوقائية. من ضمن الأشياء اللي قالتها آمنة الضحاك، ندرك أهمية التواصل والالتقاء بالعائلات والأصدقاء في الأعياد، ولكن نظرا للظروف أو الظرف الاستثنائي الذي نمر به، دعونا نتشارك مسؤولية الالتزام حفاظا على سلامة الجميع، وبإذن الله ستعود الأعياد علينا ونحن مجتمعين. أضافت دكتورة آمنة، لم يعد لنا جميعا العذر بعدم الالتزام أو التساهل بالإجراءات الوقائية، والمسؤولية أصبحت على كل فرد وعائلة، ونشدد على أهمية ترك المخالفات التي تعم على عدم المسؤولية. نعم. فمن ضمن هالأشياء إنه يعني صح العيد الفطر، لكن يعني صح مرتبطة بالتزاور وبهالأشياء، لكن ننصح كل أسرة بتجنب هاي العادات لهذا العام. هذا كان من الأشياء اللي تم يعني تأكيد عليها في الإحاطة الإعلامية اللي كانت يوم أمس مساء. فنحن نتمنى من الجميع الالتزام، لأن يعني الموضوع هذا مسؤولية الجميع. صحيح. أيضا من ضمن النصائح اللي كنا حاطينها نصائح تخفيف قيد الحركة إذا كانوا الأشخاص حابين يروحون المطاعم والمقاهي، وحطينا بعض النصائح اللي تساعدهم في الوقاية والإرشادات الوقائية اللي إن شاء الله تحميهم من انتقال الفيروس. أيضا من ضمن الأشياء اللي نأكد على أهمية التطعيم بالدم، وهاي من الأشياء المهمة
ونحن دائما بحاجة إلى تبرع بالدم. فبس نأكد إنه يعني مثلا الصايمين ممكن ما يجوا يتبرعوا الصبح، لكن مساء من الساعة 7 إلى الساعة 11:30 متواجدين في نادي الوصل الرياضي وأيضا في مركز دبي للتبرع بالدم. هاي تقريبا من الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة أسماء الجناحي، أيضا أحب أذكركم بالاستفادة من الخدمات المميزة في هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن. يمكنكم مستمعين الأعزاء الاتصال والاستفادة من الاستشارات الطبية مع الطاقم الطبي خلال 24 ساعة، وأيضا مبادرة دوائي، بإمكانكم أيضا الاستفادة من المبادرة هاي في حالة إذا كانت هناك عندكم بعض الأدوية وتحتاجون إلى يعني متابعة الأدوية. وأيضا عندنا خدمة واتساب، الخدمة تم إطلاقها في هيئة الصحة بدبي يعني خلال الفترة هاي، وفيها كثير من الأمور اللي من خلالها ممكن التواصل مع خدمة الواتساب والاستفسار كل ما يتعلق بموضوع الفيروس كورونا. وأيضا نذكركم بأن قطرة دمك تنقذ حياة إنسان، وبإمكانكم التواصل للاستفادة من جميع الخدمات هاي على الرقم الموحد بهيئة الصحة بدبي 800-342. مستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل نذكركم بأن بعد الفاصل بتكون عندنا فقرة التوعية الغذائية مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة، وحديثنا بيكون عن أهمية الماء للصائم. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ الخبر هذا من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. العين هدف أيضا رئيسي لفيروس كورونا، والدموع تنقل العدوى. أظهرت دراسة طبية حديثة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يدخل إلى الجسم عبر العين وليس فقط عبر الأنف والفم. وقال باحثون من جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن خلايا العين الخارجية هدف رئيسي للفيروس بسبب احتوائها على مستقبلات شبيهة بتلك الموجودة في الرئة، وتعتبر أيضا المدخل الذي ينفذ عبره الفيروس إلى داخل الجسم. واستند الباحثون في نتائجهم هذه إلى تحليل أعين 10 أشخاص توفوا لأسباب لا علاقة لها بالمرض المعروف علميا باسم الكوفيد-19، فوجدوا فيها هذا النوع من المستقبلات البروتينية التي تتيح للفيروس النفاذ، لكن بمساعدة مادة أخرى ضرورية أيضا لدخول الفيروس وتكاثره بفعالية حسب الدراسة. وهذا يعني أن القطرات المعدية التي يطلقها المصابون بالفيروس عند العطس أو السعال يمكنها الوصول إلى العين، وبالتالي إحداث العدوى بشكل مباشر. وهذا أيضا ما قد يفسر سبب تعرض مصابين بكورونا فيروس إلى التهابات في العين كنتائج مباشرة للإصابة بالفيروس وليس كعرض ثانوي. والمعروف أن العين تتصل بالجهاز التنفسي عبر القناة الدمعية، وبالتالي يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الرئة لاحقا. وقال أيضا قائد فريق الطبي من قسم الطب العيون بجامعة جون هوبكنز أن دموع المصابين نفسها قد تكون مصدرا للعدوى. وتسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية ممارسات السلامة بما في ذلك أقنعة الوجه واحتياطات الاتصال البصري في منع انتشار كوفيد-19. مستمعين الأعزاء، نأخذ فقرتنا التوعوية مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة، وحديثنا معها عن أهمية الماء للصائم. أستاذة عفرة، صباح الخير. صباح الصحة والسعادة مستمعين. الله يحييك. طبعا أهمية الماء للصائم ضروري جدا، وحابين نسمع منك أستاذة عفرة أكثر في هذا الموضوع. طيب، إحنا نتفق بأن الماء عنصر أساسي للحفاظ على الصحة جيدة، هذا متفقين عليه، لأنه يعتبر المكون الكيميائي الرئيسي للجسم، ويشكل حوالي من 60
إلى 70% حسب الفئات العمرية الموجودة عندنا. نعم. لذلك تختلف الكمية التي يحتاجها الجسم من شخص لآخر، إنهم مو متشابهين، وهذا يرجع لعدة عوامل، منها العمر، حجم الكتلة العضلية الموجودة في جسم الشخص، الوضع الصحي، نوع النشاط الجسماني، المكان الذي يعيش فيه، من أجواء مناخية، خصوصاً نحن الحين في الأجواء الحارة. صحيح. لذا نقول أن شرب الماء بين وجبتي الفطور والسحور مهم جداً للحفاظ على الصحة وحمايتنا من الجفاف. فمن فوائد شرب الماء، إحنا نعرف أن الماء أساسي كونه يساعد في توازن الأملاح الموجودة في الجسم خلال فترة الصيام، فهو يحمينا من الجفاف والإرهاق التوتر والقلق. نعم. الوقاية من الانتفاخ وحالات عسر الهضم والانتفاخات لما الواحد يأخذ وجبة فطور بعد الفطور يحس بهاي الأعراض. صحيح. الحفاظ على صحة الكليتين، خصوصا الناس اللي very sensitive، حساسين وعندهم مشاكل في الكلى، فإحنا نحافظ بشي على، سواء كان الإنسان صحيح أو عنده مشاكل مع الكلى. تخلص من السموم للجسم، تقليل كمية الطعام، حتى في أشخاص منها يشربون ماء عشان يقللون كمية الأكل اللي يدخل المعدة، وهو يحسسك بشعور من الشبع، بيساعد على إنقاص الوزن اللي حابين يعملون تنزيل أوزان في هذه الفترة في شهر رمضان. صحيح. الحفاظ على صحة البشرة والشعر في نفس الوقت. لكن إحنا مهم نقول كيف إحنا نتجنب العطش. إحنا عرفنا شو فوائد الماء، متى ناخذه، بس كيف نتجنبه؟ نتجنبه عن طريق تناول كمية متوازنة. إحنا ما عندنا غير، إحنا صيامنا من 14 إلى 15 ساعة، وما عندنا فترة فطور غير تقريبا ما 7 ساعات أو أقل بعد منها، اللي هي ما بين فترة الفطور والسحور، لأن في ناس يسحرون قبل الأذان، يكون هاي فترتهم قبل. في هالاحتياج، فإحنا نحاول قدر الإمكان نشوف جسمنا شو كثر محتاج من السوائل اللي ما تقل عن 2 لتر خصوصا في وقتنا هذا، ونوزعها ما بين الفطور والسحور. هذه السوائل بتكون عبارة من كل مصادره، سواء كان من الماء، من المشروبات، مثل عندنا العصائر، بس نقلل من العصائر السكرية اللي هي مثل الشراب لأنها تحسس بالعطش. نحاول قلل المشروبات اللي مثل الكافيين، مثل الشاي الأسود والقهوة، لأنها تضر البول أكثر، فإحنا هني نسيء الحالة أكثر ما نصلحها. صحيح. نحاول قدر الإمكان ما نتعرض في الشمس وايد، لأن هذا يخلي، خصوصا أنت صايم وتفقد سوائل كثيرة، فيؤدي للجفاف والإنهاك الحراري. كذلك إحنا عندنا الخضروات والفواكه، هذه بعد تعطينا حصة من الأملاح المعدية اللي الجسم محتاجة والسوائل اللي الجسم محتاجة. يعني أنا أقول لك من لترين إلى لترين ونص في اليوم، هاي مش فقط سوائل ماي، لا، بتكون ماي اللي هو البيور طبيعي، بالإضافة للسوائل الموجودة في المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه والعصائر، حتى لو شربنا شوربة، حتى لو أخذنا لبن، يعني هاي كلها فيها سوائل. صح. وهاي نقطة يعني أستاذ عفرة وايد مهمة وحيوية اللي أنت ذكرتيها، بأن يمكن بعض الناس يعتقدون بأن يعني سواء لترين ونص أو ثلاثة في بعض الأوقات يعتقدون أنه فقط يعني السائل اللي هو الماء، ولكن أنت نبهتي الجزئية هاي المهمة، بأن يعني السوائل ممكن أيضا أنه يعني يستفيد منها الجسم، من سواء الخضروات اللي تفضلتي فيها، الفواكه اللي فيها نسبة الماء عالية. صح، باشتراط أن ما يقل الماء الصافي، الماء اللي إحنا نشربه، عن لتر ونص، عشان هذا مقدور عليه، هذا أقل شيء. نعم صحيح. الأستاذة عفرة بن كتم، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك، شكرا للمعلومات المهمة، والحقيقة يعني أهمية الماء للصائم خلال فترة الصيام مهمة جدا، وتفضلتي وذكرتي بأن أيضا يعني كيف آلية أن الواحد يعوض هذا الماء. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا للمستمعين. مستمعينا الأعزاء، المشاكل الصحية للأوعية الدموية والعناية بها لتفادي زيارة المستشفيات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الصحي، حديثنا بيكون بعد الفاصل مع الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد، وبنعرف أكثر عن الخدمات اللي يقدمها عيادة الأوردة الدموية، وهناك كثير من النصائح بنسمعها من الدكتورة، ولكن كل المعلومات هاي مستمعين الأعزاء بعد الفاصل، خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، المشاكل الصحية للأوعية الدموية والعناية بها لتفادي زيارة المستشفيات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الصحي، تعتبر قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد أحد الأقسام التخصصية التي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية من خلال نخبة من الكوادر الطبية المتميزة في هذا المجال. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الصحي على مستوى الدولة والعالم بشكل عام، ينصح الأطباء بعدم زيارة المستشفيات إلا للضرورة القصوى لتفادي نقل العدوى بالكورونا فيروس. في هذه الحلقة نستضيف الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد، للحديث عن مشاكل الأوعية الدموية والنصائح المهمة للمرضى لتفادي الذهاب للمستشفيات. دكتورة دينا، صباحك الله بالخير والنور والعافية. دكتورة دينا، أبارككم العشر الأواخر أولا، وربي يتقبل منكم صالح الأعمال ويحمينا جميعا من كل الأمراض. حياك الله حمد الله. الله يحييك دكتورة، نحن طبعا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم، وبندردش معاك عن موضوع المشاكل الصحية للأوعية الدموية. طبعا عيادة الأوعية الدموية في مستشفى راشد من العيادات المتميزة والتخصصية الحقيقة في هذا الجانب، وأيضا المعروف عن العيادة دكتورة تحت إدارتك، طبعا يعني عيادة متكاملة في خدماتها للمصابين بالمشاكل الأوعية الدموية. دكتورة، لو تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها القسم للمرضى. نعم، نحن فريق في مستشفى راشد مقرنا أساسا، ولكن نغطي جميع مرافق ومراكز الصحية في هيئة الصحة. نحن مكونين من 7 جراحين، نستقبل الحالات سواء الطارئة أو المرضى داخل المستشفيات، طبعا نغطي الخدمات أو العيادات الخارجية، ويتم استدعائنا إذا احتاج الأمر لكافة المراكز، سواء مستشفى لطيفة سواء مستشفى دبي للحالات الطارئة، وكذلك من المراكز الصحية الخارجية في حال احتاجوا أي استشارة أو حتى حضور شخصي لتقييم وعلاج الحالات. نعم طبعاً. من أبرز الحالات اللي نستقبلها، تفضل. نعم تفضلي دكتورة. من أبرز الحالات اللي نستقبلها في المستشفى حالات، أولاً طبعاً تصلب الشرايين عند مرضى السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، طبعا كل هاي الامراض تعتبر مخاطر صحيه، نتائجها او من مضاعفاتها انها تؤدي الى قصور في الدوره الدمويه، او مثل ما العاميه نقول ان الدم ما يوصل مثلا للريد او للايد او مثلا للدماغ، بيؤدي الى جلطات دماغيه. وبالتالي هاي المرضى احنا ننصح انهم يستشيرون الاطباء في وقت مبكر، بدل مثلا ما تؤدي الى تقرحات في القدمين أو اللي نسميها القدم السكري أو ألسر أو جروح أو صحيح. مثلا اسوداد أو الغرغرين اللي نسميها. وبالتالي المرضى ننصحهم أن يستشيرون أطباء، إحنا موجودين نغطي على مستوى 24 ساعة طول أيام الأسبوع، وطبعا حاليا أرقام الهيئة موجودة والاستشارات عبر الهاتف، فالحمد لله الخدمات موجودة وإحنا يعني نشتغل على قدم وساق. المرضى الثانيين اللي يجون العيادة مرضى دوار الساقين، طبعا مشاكل القصور الوريدي بكافة أنواعها، وطبعا مشاكل الجهاز الليمفاوي، هاي بعد من الأشياء اللي إحنا يعني نغطيها. صحيح دكتورة، أنت ذكرتي في بداية حديثك بخصوص موضوع الـ يعني الإنسان اللي يصاب بداء السكري، يعني من المشكلات أو من يعني الأعراض اللي يصيبه في حالة إذا يعني مستويات السكر كانت غير طبيعية وفي معدلاتها الغير طبيعية، من المشاكل اللي تستويه مشاكل في الأوعية الدموية.
وأنا اللي عارفة أن في القسم عندكم أنتم في مستشفى راشد قسم الأوردة هناك متابعة يعني دورية ومتابعة مميزة الحقيقة لفئة المرضى المصابين بداء السكري، وبالأخص اللي عنده قد تكون يعني بداية ظهور بعض الأعراض اللي خاصة بالأوردة والشرايين. لو نتحدث في هذا الجانب، وأنا متأكد يعني أنتم يعني خدماتكم اللي تقدمونها على أساس أن تقليل المضاعفات اللي ممكن تصير حق الشخص اللي مصاب بداء السكري عن موضوع المشاكل في الأوردة الدموية. صحيح. المرضى اللي يجونا في العيادات مثلا اللي هم تم تشخيصهم نفترض في مركز السكري، مركز زبيد السكري اللي عنده كافة الخدمات صراحة في علاج مرضى السكر. نعم. أول ما يشكون مثلا إنه والله الدم ما يوصل للريل اللي هو قد يؤدي إلى مضاعفات، أولا طبعا احنا ننصح في البداية الوقاية خير من العلاج. الالتزام بالتغذية الصحية مثلا، الكنترول على مستويات السكر في الدم، ولكن إذا حدث مع الزمن الطويل طبعا في حدوث مرض السكر يؤدي إلى تصلب الشرايين. تصلب الشرايين على مدى البعيد تؤدي إلى انسداد في هذه الشرايين، وبالتالي نشوف المريض يشوف مثلا تغير لون القدم، جرح في القدم مثلا، أو نتيجة ما عنده إحساس بالتالي إنه يضرب في شيء ما انتبه مثلا، ما حس في إنه كان في جرح، ويجينا في ساعات يجينا في مراحل متأخرة. من يوصل عندنا في العيادات في نفس الوقت يتم معاينة المريض باستشاريين وأخصائيين محترفين وعند ما شاء الله عندهم خبرات طويلة اللي عندنا. من ثم في نفس اليوم نحول المريض إلى مختبر الأوعية الدموية اللي هو تابع للعيادة، وفي كافة الأجهزة الحمد لله الحديثة، جهاز دوبلر اللي هو موجات صوتية، في جهاز ثاني لفحص دقيق لنسبة تدفق الدم في الساق على مستويات كاملة من الحوض إلى الأصبع القدم حتى. من هنا احنا نصنف المرضى، هل هذا المريض الدم يمشي زين في ريله وبالتالي بس مجرد إننا نصائح ونطمنهم ومثلا لايف ستايل نمط حياة صحي، الحركة المشي الرياضة ننصحه ويرد العيادة ونعطيه مثلا أدوية لازمة لتوسيع الشرايين الأسبرين الأمور هاي. إذا لا سمح الله كان موضوع لا طارئ يتم إدخال المريض وإخضاعه نروح إلى قسم ثاني اللي هو القسطرة والأشعة، طبعا أشياء شوي تعتبر فحوصات معقدة أو بالفعل يعني very high quality. صحيح. ويتم إخضاع لهذه الفحوصات ويتم تشخيص بالضبط التضيق أو الانسداد اللي موجود، وعلى طول في نفس الجلسة بعد يتم علاجه بالبالون أو الوسائل المختلفة اللي تكون أقل طبعا خطورة من العمليات الجراحية. صحيح. وهذا طبعا دكتورة أكيد يعني أنتوا وضعتوا الخطط والاستراتيجيات والبروتوكولات في هذا الجانب، لأن احنا نعرف اليوم مستمعينا الأعزاء بأن الإصابة بداء السكري يعني مرض مزمن ويتعايش معه الإنسان، ولكن يعني عيادة الأوردة الدموية في مستشفى راشد وحتى مركز دبي للسكري يعني كل الخدمات اللي تقدم بأن لا يصل الإنسان اللي مصاب بداء السكري للمضاعفات اللي ممكن تأثر على صحته بشكل عام. دكتورة لو نتحدث عن الوضع الراهن، هناك طبعا هيئة الصحة بدبي كثير من الخدمات تم اليوم يعني تقديمها يعني المتعاملين الهيئة عن طريق خدمات ذكية، عن طريق يعني بعض النظم اللي ممكن من خلالها أن يعني الشخص يحصل على الخدمات هاي. لو نتكلم عن قسم الأوردة الدموية في مستشفى راشد، كيف يتم متابعة المرضى سواء عن بعد، وما النصائح دكتورة اللي توجهونها للمرضى والمراجعين لتفادي زيارة المستشفيات خلال الفترة هاي أو في ظل الظروف الاستثنائية؟ صحيح. طبعا احنا حاليا بسبب يعني وباء الكورونا احنا موقفين العيادة، فبالتالي طبعا حفاظا على المرضى، ولكن الأطباء احنا نطلعكم على ما يتم من خلف الكواليس. نحن كل أسبوع نتم ندرس ونراجع كل الحالات اللي كان المفروض تكون مرتب لها انها تحضر العيادة مثلا في هذا الأسبوع، اللي كان هم لهم مواعيد يعني اللي بالأساس عندهم مواعيد. نعم. وطبعا هاي يتم إلغائها، ولكن صحيح. مش يعني مجرد إلغاء وخلاص، طبعا الهيئة اشتغلت على الموضوع بطريقة يشكرون على ذلك قسم الـ IT، وكل فرد ساهم في إنه يحافظ على
الخدمة هاي ما تنقطع عن المرضى، الاستمرارية في الخدمة، استمرارية وأكثر من استمرارية. نعم. إحنا طورنا شيء اسمه تليفون كلينيك، بالتالي كل مريض يتم التواصل وياه عبر التليفون، سواء أنا ولا زملائي نقسم الحالات طبعا، وبالتالي نتواصل وياهم. أنت المفروض عندك مثلا دواري ساقين، شو أمورك، أمورك تمام، عندك ورين، نستفسر منهم عن الأشياء اللي هي مثلا العلامات اللي شوي ألارم، يعني تكون إن وضع تستدعي إن الدكتور بالفعل يشوفه شخصيا. إذا لا، الحالات اللي هي مثلا بس تحتاج دراغات ضغطة، اللي تحتاج مثلا أدوية أسبرين كذا، نرد نكتب هاي الأدوية حق المريض وننصحه شو يسوي. مثلا المرضى نفترض اللي كان عندهم قبل الكورونا مثلا سرنا مقصرة، كنا موثقين في الملف، نراجع طبعا كل ملفات، إنه كان لازم يجي العيادة عشان يراجع عشان الجرح، نتابع جرحه مثلا، نتابع وضع تدفق الدم، يحتاج فحص المختبر مالنا مال الأوعية الدموية. هذه المرضى نستدعيهم ونحط لهم جدول، طبعا نراعي في ذلك التباعد الجسدي طبعا او التباعد الاجتماعي، بالتالي نحط مثلا كم المريض في كل يوم بتوقيت معين، ويجون عندنا يزورونا في المختبر، اجراءات الوقائيه موجوده على قدم وساق، يتم فحصهم والتاكد ان وضعهم مثلا مستقر، اذا كان لا يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه، اذا الحمد لله اموره طيبه نعطيه الادويه بعد نوصفها، ونعطيه مثلا جدول مره ثانيه على اساس يتابعنا اذا احتاج الامر. الناس الثانيين لا، يتم حتى وصف الدواء، يتم توصيل الادويه لكل واحد في اي اماره على مستوى الدوله الى بيته. وطبعا هاي خدمات سبحان الله مش متوفره حتى في ارقى دول العالم. نعم. واحنا نشكر قيادتنا ونشكر مدير عام هيئه الصحه وكل انسان اشتغل على خدمات المرضى هذيل من وراء الكواليس. هناك جنود سبحان الله كلهم ما قصروا في ان يكملون الكوكبه هاي، المنظومه مال هيئه الصحه صراحه اثبتت جدارتها في هاي الفتره. نعم. وايضا دكتوره، يعني الخدمات اللي تم يعني طرحها خلال الفتره اللي هي تتناسب مع الوضع الحالي، مثلا طبيب لكل مواطن، خدمه دوائي، خدمه الواتساب، هاي كل الخدمات ايضا تسهل عليكم انتم. مثلا دكتوره، انتم قررتوا قسم الاورده بانكم يعني يتم يعني علاج المراجعين اللي عندكم اللي كانوا يجون العياده عن طريق الهاتف، فاليوم انت عندك ايضا يعني خدمات اخرى تساعدك انت على اساس انك تطبقين الخدمه هاي للمرضى. اذا يعني مثلا اتصل شخص واعطيتي الاستشاره الطبيه، واذا لزم الامر ان الطبيب يوصف له دواء، فموجود خدمه دوائي ممكن انه يستفيد المريض من خدمة دوائي وتوصل الأدوية لين البيت، يعني حتى ما يحتاج أن يجي ويراجع الصيدلية اللي موجودة في المستشفى أو المركز. فهاي كلها اليوم مثل ما تفضلتي أنها منظومة متكاملة، وتشكر الحقيقة يعني قيادة هيئة الصحة والعاملين في هيئة الصحة على الخدمات المتميزة الحقيقة، واللي لها يعني طابع الابتكار والتميز في الوقت الحالي. صحيح، واللي كلها طبعا طورت في زمن قياسي، يعني احنا ما كنا متجهزين لهالجائحة مثلا. نعم. ولكن نعم، الوسائل والخدمات سبحان الله موجودة، تقدر انت تبرمج كل السيستم مال مثلا سلامة، سيستم رائع اللي هو الملف الطبي، يعني تبرمج السيستم بما يخدم المريض في بيته حتى. فهذه صراحة خدمات. صحيح. وبعدها سبحان الله احنا توقعنا، تعرف الواحد يكون في وضع انه ما يعرف كيف يتصرف، كيف بالنادي المرضى، ولكن الموضوع ماشي على يعني بكل سلاسة الحمد لله. ما تعرضنا لان مثلا مريض والله ما حصل الدواء، مريض مثلا اشتكى انه والله ما حد ياب لي، ما حد سأل عني. بالعكس احنا حتى لما نتواصل وياهم بالتليفون ما تتصور ردة الفعل للمرضى سبحان الله. الانسان احنا المرضى العاديين الاصحاء نستانس لما حد يقول لك شو اخبارك، ان شاء الله انك طيب، ان شاء الله ما عليك شر، ان شاء الله امورك زينه. فالمرضى وايد يستانسون يوم احنا نتصل فيهم نسالهم تامرون شيء، تحتاجون اي شيء مثلا يوصلكم لين البيت. بالعكس حتى كل شيء متوفر، احنا جاهزين
وخدمتنا 24 ساعة. نعم، ذكرتيني دكتورة أنت أن من ضمن الخدمات اللي أيضا يعني توفرها هيئة الصحة بدبي لفئة المتعاملين اللي هم كبار المواطنين، أيضا هناك خدمة متخصصة لهم دكتورة يتم الاتصال فيهم بشكل يومي من الطبيب نفسه. يعني على سبيل المثال إذا أنا أتابع العيادة وعندي دكتور يتابعني بشكل يومي، كنت أزور المركز، مركز سعادة كبار المواطنين، فاليوم عندهم برنامج دكتور نفس الدكتور هذا يتصل في المريض وهو في البيت بشكل يومي يطمن عليه، فهذا يعطي نوع من الاستمرارية في العلاج، يعطي نوع من الثقة، يعطي نوع من الأريحية. يعني صح أنه في ظروف، ولكنه يحس الشخص بأن اليوم أنا الطبيب اللي كنت أسير لليوم هو يجيني أنا عن طريق التليفون ويتواصل وياي ويتصل فيه، فهذا يعني نوع من الأشياء اللي يطمن الحقيقة، وهي ضرورية في الوقت الراهن يعني مع موضوع يعني الكورونا فيروس. نعم. حتى لا يعني لا ننسى ان في مكالمات حتى طبيب لكل مواطن، المكالمات مسجله بالفيديو، فتخيل انت. نعم. مثلا انا اقول له اوكي صحيح. راوني مثلا الجرح، راوني ريلك كيف لونه، انا ما هو يمكن يقول لي ان انا زين، انا ما فيني شيء ابوي، انا كذا، يمكن هو عنده ضعف بصر، يمكن هو كثيف، يمكن هو مثلا ما عنده حد يراعيه في البيت. صحيح. فكل هالامور اخذت بعين الاعتبار بحيث ان المريض المكالمه تكون مسجله صوت وصوره. بالعكس هذا شيء وايد رائع، انا مثلا عادي ممكن اشوف مريض من مستشفى لمستشفى اقول مراوني كيف ريده، مثلا كيف لون الريد، ممكن حد ما يوصف لك او ما ياخذ النظر اللي انا مثلا انظر لها من ناحيه انك اخصائي او عياده دمويه. صحيح. فهذه الامور كلها سهلت علينا وايد بحيث ان نتفادى اي مضاعفات. مرضى كبار السن انت ما تعرف شو يتغير حالهم من ساعه الى ساعه او من يوم الى يوم، فبالعكس من حقهم علينا دام ان احنا ما نقدر نزورهم او ما يقدرون يزورونا في المستشفيات ان احنا نطمن عليهم بشكل يومي، لان تعرف يرتفع السكر ينزل السكر الضغط، فاحنا بالعكس نطمنهم اوكي صحيين انهم واعيين انهم خذوا الدواء اليوم، ما تخربط في الدواء، راويني ابوي الدواء اللي انت تاخذه مثلا اي واحد فيهم، راويني العلبه، فهذه الامور كلها بالعكس يمكن احنا نشوفها انها شيء صغير ولكن من ناحيه الخدمات تقضيها شيء وايد يفيدنا وايد يحافظ على صحه مرضانا. وايضا دكتوره يعني الجانب المهم في الموضوع بان اليوم يعني مع وضع الراهن بخصوص موضوع الكورونا فيروس وهناك بعض الضغوطات اللي تستوي، ممكن الانسان يمر في مرحله مثل القلق ومثل التوتر النفسي وبالاخص اللي عندهم امراض مزمنه، فاذا يوم يحس الشخص بان يعني الطبيب اللي يعالجه يتواصل وياه بشكل دومي يومي، فهذا يخف كثير من موضوع التوتر والقلق النفسي بخصوص الصحة يعني العامة. صحيح. دكتورة طبعا يعني في قسم الأوردة الدموية في مستشفى راشد أنت ذكرتي بأن هناك يعني منظومة متكاملة وفريق طبي متكامل يعمل بمنظومة يعني متكاملة لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى. طبعا هناك أكيد في أجهزة وفي تقنيات حديثة تساعدكم في إجراء العمليات هاي، وأنت ذكرتي بأن اليوم يعني على سبيل المثال خلنا ناخذ يعني الشخص اللي مصاب بداء السكري، عندكم الدوبلر، عندكم الجهاز اللي ايضا يقيس نسبه تدفق الدم في في في, في الرجل، الجهاز اللي يقيس حتى يعني موضوع هل الاورده والشرايين اللي موجوده في وضعها الصحيح. لو نتكلم دكتوره شويه عن التقنيات الحديثه والاجهزه اللي موجوده في القسم عندكم. صحيح. بالنسبه للتقنيات يعني طبعا تعرفها اجهزه الكترونيه، وكيف احنا مثل ناخذ على سبيل المثال جهاز التليفون الموبايل، كل واحد بعد 6 شهور تحس انه اوكي طلعت تقنية جديدة في التليفون فانا ببدل تليفوني. صحيح. فالهيئة لا تألو جهدا انها هي توفر او يعني احدث الاجهزة، احنا خذينا جهاز التراساوند اللي هو الدوبلر او الموجات الصوتية لمختبرنا، الحين توا جهاز طالع جديد حديث في طبعا كافة التقنيات. الصورة يوم انت تصور تختلف نقاء الصورة من جهاز الى جهاز طبعا حسب قدم الجهاز والسوفت وير اللي فيه وكذا، فتشوف انت يعني ادق التفاصيل في هذا في هاي الصورة او الايمج اللي تطلع من الجهاز، تشوف تدفق الدم. طبعا احنا لنا نتعامل دوم مش بس صورة ابيض واسود، لا بالالوان وبالصوت، بحيث ان احنا دائما نعني بتدفق الدم سواء صحيح. في الوريد ولا في الشرايين الرقبة اللي تغذي الدماغ ولا الأوردة اللي هي مسؤولة عن دوار الساقين. فهذا الجهاز يعطيك يعني أولا صورة الأوردة، بعدين يعطينا درجة شدة القصور الوريدي مثلا من درجة الأولى إلى ثانية إلى ثالثة، يتم التشخيص في نفس المختبر
ومن هناك طبعا احنا بالعكس نحط خطة. تخيلنا في نفس اليوم اللي المريض او المريضة تراجع العيادة يروح للمختبر يشخص الأوردة اللي عنده يرد حق الدكتور في نفس اليوم، فاحنا كله all in one. جميل جدا. انت مثلا تحتاج عملية، اوكي احجز لك موعد العملية، فخلاص المريض يسوي كل شيء بالإضافة الى فحص اذا احتاج مثلا في المختبر ياخذ الدم وكل شيء كأنه جاهز للعملية، بس اللهم يجي الموعد المرة الجاية. فيون مرضى لا تنسى يونا، لأن إحنا المركز الوحيد يمكن في على مستوى هيئة الصحة وكمرجع يمكن عشان الناس تحب إن دكتورة حرمة تشوفهم. صحيح. فيونا من جميع الإمارات من أبوظبي كذا، فكم تسوى إنك أنت المريض يجي في نفس اليوم يتشخص في نفس اليوم أنت تعطيه نصيحة، ولا حتى إنك يترد البيت بدون مثلا ما يحتاج أي شيء ولكن نطمئن إنه ما عنده شيء. صحيح. فهذا شيء وادي يوفر على الناس بالذات كبار السن. مرضانا مرضى السكر مثلا عندنا جهاز اللي هو فحص التدفق الدم، هذا جهاز جدا دقيق يقيس لك على مستويات من الساق كاملة أو الإيد أو الريل أو الركبة تدفق الدم في كل جزئية من جزئية من الشريان من مسار الشريان، ويعطينا في الآخر قراءات دقيقة جدا، يعطينا رسم بياني، يعطينا حتى صورة الريد وين إذا في تضيق وين موجود يرسم لك إياه. طبعا هاي التقنية يعني دقيقة جدا، ومنها بعد نشخص المريض أنت والله عندك تدفق الدم مثلا 5/10، إذا 5/10 هذا أنا ما أطمن، لازم أني أنا أخضع المريض لسيتي سكان مثلا بعدها أو دي الأشعة المعقدة. ولكن صحيح. الإجراءات التي نسويها في مختبر الأوعية الدموية هاي إجراءات بدون إبر، بدون مثلا نسميها نون إنفيزيف، يعني بسيطة جدا، مجرد المريض يجلس على السرير أو على الكرسي يسوي الفحص ويروح. لكن إذا احتاج طبعا أمور ثانية مثل ما قلنا قسطرة أو شيء يتحول إلى قسم الأشعة بعد تحت إشرافنا إحنا. نعم طبعا دكتورة، أكيد هناك الكثير من الخدمات اللي تقدمونها أنتوا في عيادة الأوعية الدموية في مستشفى راشد، وخدمات الحقيقة يعني متميزة ومبدعة. طبعا كل اللي تسوونه هو يعني وقاية وتقليل الأعراض والمضاعفات اللي ممكن تصير في المستقبل. دكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد، سعداء جدا وحديثنا شيق معاك دكتورة، وإن شاء الله كل التوفيق لك. شكرا جزيلا. الله يسلمك أخي عبد الله. أخيرا أنا أشكركم على هذه الفرصة، وأقول لكم خلكم في البيت مرضانا الأعزاء، والتزموا بنمط حياة صحي، ممارسة رياضة، استعينوا بفريق هيئة الصحة في أي وقت حبيتوا على الرقم مجاني لهيئة الصحة، وهم على أقصى جاهزية لدعمكم في أي وقت، ولا تشغلونهم. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا من هذا المنبر، كل عام وانتم بخير مقدما. شكرا دكتورة. شكرا. العفو، مع السلامة. الله يسلم. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن حلقة اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. مستمعينا الأعزاء، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق عملي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج، مخرجنا المتألق وائل القواسمة، والإعداد حسني البلاونة. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.